إليكم. ترتفع معدلات البطالة في العالم بشكل لافت بسبب الأزمات الاقتصادية المتتالية، ولكن هنالك بعض من الأسباب الأخرى التي قد تفقدك وظيفتك. فقدان الوظيفة أي فقدان الدخل الذي تقوم بالإنفاق على مصاريفك الشخصية منه. ننصحك في هذه الجولة بمجموعة من السلوكيات التي يجب أن تبتعد عنها حتى لا تفقد وظيفتك. البداية نأخذكم فيها هذه المرة مع ما يسمى بنوبات الغضب. إذا كنت ممن يفقدون أعصابهم فهذا يعني أنك لا تستطيع احتمال ضغوط العمل أو تولي المسؤوليات بشكل جيد. مارس تقنيات تخفيف التوتر مثل التأمل أو التنفس بعمق، وإياك واستحضار مشاكلك الشخصية في المكتب. هذه من أحد الأسباب. سبب آخر أيضا قد يفقدك وظيفتك وعدم الكفاءة. نتحدث بالنسبة لعدم الكفاءة هذه المرة عن العادات السيئة مثل الفوضى أو إضاعة الوقت أو الثرثرة التي قد تجعلك موظفا غير كفؤ إلى حد كبير. فلا أحد يريد أن يكون الموظف الذي يتجنبه زملائه. لذا لا تتكلم كثيرا وحافظ على مكتبك مرتبا ولا تضيع وقتك على مهام لا تتعلق بعملك. أيضا هنالك سبب آخر قد يقودك إلى فقدان وظيفتك وهي الأخلاق السيئة. أطلب الأشياء بطريقة مهذبة وقم بشكر أحدهم عندما يعطيك شيئا ما، وعرف عن نفسك إذا قابلت أحدا لا تعرفه، وحاول عدم مقاطعة شخص يتكلم. الأخلاق مهمة، وهذا يعني ألا تكون شخصا وقحا وأن تعامل الناس باحترام. نتحدث هذه المرة عن لغة الجسد، العادات السيئة للغة الجسد. هنالك من يصافحون الآخرين بطريقة لا مبالية أو يتجنبون التواصل البصري وما إلى ذلك، وهذه العادات قد تقضي على وظيفتك. فالأفعال أقوى من الأقوال. قد يعتبر بعض الزملاء أو المدراء أو العملاء العادات السيئة للغة جسدك أمرا فظا غير مهني، وقد ينعكس هذا على تقدمك في مسيرتك المهنية. نذهب الآن إلى ما يسمى بالإيميل أو التواصل عبر الرسائل الإلكترونية بشكل رديء. قد يتضمن هذا محاور كثيرة، ابتداء من عدم الرد على رسالة إلكترونية أصلا، ووصولا إلى غفلتك عن كتابتها بلغة مفهومة وواضحة. وهذا قد يجعلك تظهر كشخص وقح أو فظ أو مماطل. فإذا تأخرت في الرد على رسالة إلكترونية فقد تفوت مواعيد نهائية أو اجتماعات مهمة، أو ستظهر كموظف لا يتحلى بالمهنية. نذهب الآن إلى السيرة الذاتية واعتماد الكذب في بعض ما تصوغ هذه السيرة الذاتية. تزييف مؤهلاتك أو شهاداتك أو كتابة معلومات خاطئة في سجل الدوام أو إساءة استخدام أموال وبطاقات الشركة الائتمانية أو سرقة عمل زميل أو نهب مديرك بدرجة فاضحة. كل هذا قد يكلفك وظيفتك. طبعا هذا فيما يتعلق بهذا الطبع. نذهب الآن إلى السلبية. السلبية، ثمة أناس كثر يتصفون بكثرة التذمر والشكوى، لكن إذا كانت هنالك مبالغة في الأمر فسيكون عملك على المحك. أفضل طريقة لحل مشكلة أو تقديم شكوى تخصك هي بالتوجه مباشرة إلى مديرك، وإياك والتذمر لزملائك في العمل. نذهب أيضا إلى صفة أخرى قد تفقدك وظيفتك وهي الاندفاع عند الكلام. إذا كنت تقول ما يجول في خاطرك مباشرة ودون ما تفكير فعليك حينئذ التحكم بهذه المسألة في مكان العمل. إن قول شيء غير لائق في اجتماع أو رسالة إلكترونية قد يدمر مسيرتك المهنية. نذهب أيضا هذه المرة عما يسمى بروح الفريق. عدم التحلي بروح الفريق. هنالك من يحبون تأدية أعمالهم وحدهم، لكن هذا لا يجدي في مكان العمل. فالاستقلالية خصلة جيدة في بعض المواقف، لكن الذين يتمتعون بروح الفريق هم من يميلون لتحقيق النجاح في مسيرتهم المهنية، وهذا يشمل التصرفات الإيجابية ومساعدة الآخرين عند الحاجة وتأدية مهام خارجة عن مجال عملك وما إلى ذلك. نذهب الآن إلى القضية الأبرز وهي إدمان الفتح مواقع التواصل الاجتماعي كالفيسبوك والتويتر واليوتيوب خلال العمل. الطريق الشائع الآخر الذي قد يكلف المرء وظيفته وإدمان موظفين كثر على مواقع التواصل الاجتماعي. إذا كنت تظن أن تفقد الفيسبوك على الأقل 20 مرة في اليوم لن يؤثر في عملك فأنت تكذب.
اتخذت بعض الشركات إجراءات وقائية لمراقبة ولوج موظفيها لهذه المواقع أو الحد منه، وحتى أن بعضها حجبها بالكامل. نذهب الآن إلى طبع آخر قد يفقدك وظيفتك، وهو التأخير. إذا كنت تصل العمل متأخرا بنحو متكرر أو تتأخر في العودة من استراحة الغداء، فهذا يجعلك تظهر كشخص لا مبال وطائش. لذا تواجد في مكان عملك مبكرا قليلا لتثبت مدى احترامك للوقت ولمكان عملك ولزملائك. نذهب الآن إلى أحد التصرفات الأخرى وهي المماطلة. قد تضرك هذه العادة بشدة في مكان العمل. فإذا كنت ممن يؤجلون إنجاز أعمالهم للحظة الأخيرة ويسلمون مشاريعهم أو مهامهم قبيل الموعد النهائي بقليل، فلعلك لا تلاحظ مدى تأثير هذه العادة على زملائك في العمل. إذا كان تأجيلك لمهمة ما يجبر الآخرين على الاستعجال في تأدية العمل، فستثير غضب زملائك وستكون أول من يلام عندما يفشل مشروع ما أو يكون ناقصا. هذه بعض من الطباع التي فعلا قد تثير حفيظة من هم معك في العمل أو مدراءك، وبالتالي ستؤدي يوما بعد الآخر مع تراكمها وكثرتها إلى فقدانك للعمل. إذن فقدان العمل بشكل رئيس هو يعني فقدان مصدر دخلك الذي تعيل به نفسك وكذلك أسرتك.